فخامة الرئيس عبد المجيد تبوني. اسمح لي بكلمة، لازم كل العرب يتيقنون مقولة أكلت يوم أكل الثور الأبيض، ولا واحد في مناعة من شيء لا يحس. أغلب الدول مبرمجة للتقسيم، إذن أقل شيء هو التكاتف والتآزر في بعضنا البعض. شكرا. Thank you.
فخامة الرئيس عبد المجيد تبوني. اسمح لي بكلمة إضافية. لازم كل العرب يتيقنون مقولة أكلت يوم أكل الثور الأبيض، ولا واحد في مناعة من شيء. الله أغلب الدول مبرمجة للتقسيم، إذن أقل شيء هو التكاتف والتآزر في بعضنا بعض. شكرا.